كنت أشرت أنك تريد أن تعلق على كلام الفريق أول حمدتي، خصوصا قال أنه لن يقبل بحدوث فوضى هو مع تشكيل حكومة كفاءات لا علاقة لها بأي حزب. أنا لا أرى أن هنالك فوضى، هنالك طاغة روحية انفجرت. هذه في حكومات تبحث عن مثل هذه الروح لتستثمرها تنمويا وتسعى لتنمية المجتمعات بها. في 3 مليون ل 5 مليون قد يتواجدون في ميدان الاعتصام ولا تجد شجارا ناهيك عن قتالا في ميدان الاعتصام، فلا داعي للانزعاج من قبل العسكريين. إشكالية يعني اخواننا العسكريين رغم تقديرنا الكبير لما يقومون به من مجهودات انهم ينظرون الى الحكم على انه تحكم، الحكم ليس التحكم، هو احكام لدورة تصميم وتنفيذ السياسات. هذه الدورة تشمل المواطنين، هم الستيك هولدرز، هم جزء أساسي منها، فلماذا يتخوفون من وجود المواطنين؟ فليست هنالك إشكالية في وجود المواطنين، هنالك إشكالية في المماطلة، في المماحكة ومحاولة التحايل على مبادئ الثورة. مبادئ الثورة ما الذي يجب أن يحدث الآن في نهاية هذا الحديث؟ أخوي أحمد، أنت أشرت لنقطة معينة جدا، نقطة وسط. النقطة الوسط لا يمكن أن تحدث إلا إذا كانت لجنة وساطة من خبراء وأناس لهم يعني باع وخبرة في مسألة الوساطة، مسألة الاستراتيجية، مسألة النظر في محاولات في يعني إيجاد صيغة مثلى للتفاوض. الموضوع هذا بسيط جدا، الأمر الذي أدى إلى شخصنة القضايا ومحاولة التشكيك في نوايا المجلس العسكري أن هنالك يعني في السياسيين اللي كانوا في هذا النظام البائد لم يرتكبوا أخطاء سياسية تقديرية، هنالك جرائم ضد الإنسانية. عمر البشير نفسه مطلوب العناية الإلهية وليست فقط مطلوب الجنائية الدولية، لماذا لا يبرزونه للشعب هاند كفت يعني موجود في الحديد في أيديه؟ تسمع بأناس، واحد هرب من تشاد، واحد هرب من إثيوبيا، لماذا لا توجد يعني قائمة بأسماء كل الذين اشتركوا في هذا النظام؟ لماذا لا نستفيد من الشرعية الثورية ونقول أن كل من اشترك في جهاز التشريع أو التنفيذي منذ الاستغلال 1956 إلى اليوم لا يحق له ممارسة العمل السياسي حتى نفتح الأمر للأجيال الصغرى هذه لتمارس العمل السياسي؟